هنعمل الاناناس بالليمون. عندي عصير اناناس، ممكن تجيبوه عصير، ممكن تضربوا الاناناس او ممكن تاخدوا ميه الكومبوت، وممكن تستخدموا ميه، واحنا هنضرب الاناناس دلوقتي فهيبقى عصير اناناس، يعني ما توتروش نفسكم. مكعبات من الاناناس مجمده، عسل ابيض، زبادي، وعصير ليمون. ولو ما عندكوش الفاكهه مجمده حطوا تلج، يعني احنا حاطين تلج هنا يعني بس احتياطي لو انتوا مش مجمدين الفاكهه. اوكي هحط هنا عصير الليمون. لا 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 خالص مفيش عذرك معاك يا حاجة، مفيش مشكلة خالص. هو فعلا لو الناس مش مجمدة الفاكهة هتستخدم تلج، مفيش مشكلة خالص، لان ممكن ابقى عايزة اعمله دلوقتي حالا وانا مش عاملة حسابي اصلا، فمش حاطة تلج، مش حاطة فاكهة في الفريزر اجمدها، فاكيد هيبقى ده حل لطيف جدا ان احنا نحط تلج مع الفاكهة وشكرا. بعد كل اللي انا عملته ده لا اله الا الله، ده ناس غريبة يا شيخ. يلا نضرب. يا سلام. كمان بقى مع ده لو حطيتوا لبن جوز هند هيقلب بينا كولادا كده ويبقى لطيف جدا للناس اللي بيحب الطعم بتاع البينا كولادا، انا منهم الصراحه، هيبقى حلو قوي قوي. دايما التقديم من الشيء اللي احنا بنعمله اهو، لطيف لطيف لطيف.